السلام عليكم، أنا أحمد، عمري 21 سنة، من سكان مدينة الرياض بالسعودية. قبل 9 سنوات تعرضت عائلتي لحادث مروري أدى إلى وفاة كل أفراد عائلتي بالكامل. وقتها تقريبا كان عمري 12 سنة. ماتوا كل أفراد عائلتي بهذاك الحادث ما عدا شخصين، أنا وأخوي الكبير. ما طلعنا معاهم بهذاك اليوم، كنا في البيت. بعد ما راحوا عائلتي بالكامل صرنا أنا وأخوي وحيدين تماما، وصار أخوي هو المسؤول عني، مع أنه ما كان كبير بالعمر ولكنه شال المسؤولية بالكامل. كان يحاول يعوضني ويخليني ما أحس بشعور الفقد تجاه أمي وأبوي، مع أنه كان هو بنفسه يحتاج أحد يوقف معه ويواسيه بمصيبته. بالمناسبة أخوي اسمه خالد. صار خالد بالنسبة لي كل شيء بالدنيا، أمي وأبوي وأخوي وصاحبي وكل شيء. صار هو اللي يوديني للمدرسة ويرجعني بنهاية الدوام. وقتها كنت أدرس سادس ابتدائي وهو كان آخر سنة بالثانوي. أذكر أنه كان أحياناً يعطيني مصروفه ويداوم هو بدون مصروف. عشنا وحيدين تماماً، وشال خالد كل المسؤولية لدرجة أنه تعلم يطبخ وصار هو اللي يسوينا الأكل. مرت الأيام وكبرت وصرت أساعد أخوي بمسؤولياتنا. بعد ما كبرت حسيت أني شلت جزء من الحمل اللي كان شايله خالد الحالة. طبعاً أنا وخالد أخوان، ولكن بنفس الوقت كنا أصحاب. كنا دائماً نسوي كل شيء مع بعض، ناكل نشرب نطلع نروح نجي، نسوي كل شيء مع بعض، وبنفس الوقت ما نخبي عن بعض أي شيء. كبرنا سوا، ومع مرور الوقت صرت ألاحظ شيء يتكرر باستمرار لدرجة أني كنت أستغرب من هذا الشيء. الشيء هذا هو كان خالد دائما يعطيني كل اللي عنده وما يأخذ شيء لنفسه. مرت السنين وكان خالد بالنسبة لي طول هذه السنوات هو المربي والمعلم والصاحب والأخ والأم والأب وكل شيء. كان دائما يوعدني ويقول اني اذا تخرجت من الثانوي بيجهز لي حفله كبيره وبنعزم فيها كل اصحابنا اللي بالمدرسه. وفعلا مرت السنين الى ان جاء اليوم اللي تخرجت فيه من الثانوي بمعدل ممتاز وكنت الاول على المدرسه، ولكن تمنيت اني ما تخرجت. تمنيت اني بقيت صغير وما كبرت. جهز لي خالد حفله التخرج اللي كان يوعدني فيها من زمان، وعزمنا كل اصحابنا اللي بالمدرسه. احتفلنا واستانسنا وكان يوم من أجمل أيام حياتي، ولكن كان فيه شيء غريب. كانت ملامح أخوي خالد غريبة جدا، ما كانت طبيعية. كانت ملامح الحزن تارسة وجهها بالكامل. كنت أتوقع وقتها أنها ملامح فرح، ولكن بعد ما قربت الحفلة تنتهي جاني خالد وضمني ضمة غريبة جدا. حسيت انها ضمة وداع، ولكن ما كنت متوقع ولا 1% انها فعلا ضمة وداع. بعدها قال لي انه تعبان وبيروح البيت قبلي، فقلت له اوكي. بعد ما انتهت الحفلة رجعت للبيت وكنت ابي اسأله وش فيه وليش كانت ملامحه غريبة بالحفل، ولكن يوم وصلت البيت ما لقيت خالد موجود. ما كان موجود في البيت. اتصلت على جواله فورا، ولكن كان جواله مقفل. من وقتها ما شفت خالد ابدا. اختفى خالد تماما. ما كنت عارف ليش راح اخوي خالد وتركني وحيد. بحثت عنه بكل مكان، ولكن ما لقيته. اختفى خالد تماما. بعدها رحت للشرطة وبلغتهم على أساس أن أخوي مفقود، ولكن بعد ما تواصلوا مع الأحوال المدنية قالوا لي الخبر اللي صدمني وما قدرت أستوعبه لمدة شهور، وإلى اليوم أنا مصدوم منه. قالوا لي الخبر اللي فهمت منه كل أجوبة أسئلتي القديمة وتصرفات خالد اللي ما كنت أفهمها، وعرفت ليش كان خالد يعطيني راتب أبوي كله وما كان يأخذ منه شيء. قالوا لي إن خالد ما هو أخوي، وإن أبوي الله يرحمه كان متبني خالد من دار الأيتام. انصدمت. مرت أسابيع ما كنت أنام الليل. انصدمت. وقتها فهمت كل شيء ولقيت أجوبة لكل الأسئلة المبهمة،
ولكن السؤال الوحيد اللي إلى الآن ما فهمت جوابه، ليش تركني خالد؟ ليش راح خالد وتركني؟ ليش ما قال لي؟ تمنيت إنه على الأقل ترك لي رسالة يفهمني فيها ليش راح. وبس هذه كانت قصتي، والآن لعل خالد يشوف هذا الفيديو. إذا كنت يا خالد فعلا تشوف هذا الفيديو، أبي أقول لك شكرا على كل شيء سويته معي، شكرا لأنك تحملت مسؤولية ما كنت ملزوم أو مضطر أنك تتحملها، وأتمنى يجي اليوم اللي ترجع فيه. تأكد أني دائما أنتظر.